مدرسة السيد بلاط 11 سنة في مدرسة الزيتون التجريبية للغات فصل 5 تاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هو ده ايه؟ فعلا بنا نقص ماله ده يمنينه لبني كده يعني ايه؟ احمر يدنوه احمر مش يدنوه لبني. وبديات ايه؟ دي الصحر اخيرا لقيت حاجة لونها بدي ايه؟ العلي مالا دخل على الغردقة كده بس ما محمد تعبت شوية فصل ربع كده. ألو؟ أي؟ لا ما تزعليش عشان أنا عشان داخلة على الحارة ولا ما نسيتيش. إيه؟ أمي ماتت؟ أمي ماتت؟ أمي ماتت؟ شوفوها دي أشرف أشعل الأوقات وشوفوها كل وقت. أنا بألف شعر عن مصر. مصر مصر يا مصر أنت وطن السلام. مصر يا مصر عندما يأتي العطور. هل هو قلبي أم قلب التعاسة؟ من الأسى والمقاسة قلبي يدق كالفراسة إني أموت من التعاسة. واحد يوسف عبد المتحن في السخلون الأعداد. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع بالعثر. ناداه قلب الأم وهو معفر. ولدي حبيبي هل أصابك ما
بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره مريم عبد اللطيف حنفي الفصل الأول عنات. سطور رسالتي يا أمي أحفرها بسكيني، وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين. أنا يا أمي لا أجب إلا إن الموت يدعوني، وإن الموت أمنيتي وداعي الحق. Thank you.
أنا فاكرة عبد المنعم. أحب أعرف الجميع تكون نفس الحياة لي الشرف للشهيد لفتخر في جسده فعزيه لو كان بينزل الدفاع عن كل شبر في المعظم والاستماتة عرف حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي انحرم دلوقتي منه أهل بيته وعشان آمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة اللهم أعطي وطنك دي حاجة تبال أنا هبقى زي ومش هخاف أكمل المشوار أنا مريم مصطفى طارق هغني أغنية المشاهير أحب أعرف الجميع دي يكون نبذة عن حياته ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بإنجازاته فعزلي له كان بينزل الدفاع كل شبر في الوطن وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي حرم دلوقتي منه أهل بيته عشان آمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة اللهم لأعطي رياضك انت حاجة مكتوبة له اسم أحمد هشام محمد عبد العزيز معانا محمد حسن مسعد اسم أحمد حسن الرجال يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي اسمع يا بتصحصح ليا حضر انا كبرت ورستك تسمع مني الاغنية تاخد الدرس تروح مدرسة تاخد الدرس تروح مدرسة وعملنا البحر طحينة وكتبنا عليها سمينة بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده من غير حساب تستاهل ايه نبوس التراب اللي مش حاجة مكتوبة له انا هبقى زي ومش هخاف اكمل المشوار بداله فعزلي له كان بينزل الدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي انحرم دلوقتي منه أهل بيته مكسور ما يترش يا جميل قلبك قول ما تخافش
تقدر على العالم بما فيه. واحب افكركم جميعا لو نسيت اللي انحرم دلوقتي منه اهل بيته، وعشان امن بالقدر وبالشهاده قلنا العمل لاجل الوطن افضل عباد. اسمي حسناء سمير، عندي 11 سنه فصل 5 ت، موهبتي الغنى. ايد لوحدها ما تسقفش، ترمي جناح مكسور ما يتقفش. ايد لوحدها ما تسقفش، ترمي جناح مكسور ما يتقفش. جمد قلبك قول ما تخافش، تقدر على العالم بما علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الارض عشان بكره، ولسان ومش عايز يفرقها نبوي. مصر هذه يحيى العالم ام العلوم والفنون. انت الحاجة الا لما تروح الوقت بيسرقنا عن اغلى